اليوم رح نتعلم كيف نعمل موج بطريقة هيك سهلة وبسيطة، ونعدل شوي على المنظر اللي عملناه. وإسا في مرحلة أخيرة، لأنه نحن دايما لازم ننتظر اللوحة لتنشف. في بعض الستابس لازم تنشف لحتى تبلش الستاب الثاني. فبتمنى تكونوا عم تتابعوني لتشوفوا وتستفيدوا كيف ممكن نحن نرسم منظر طبيعي بشكل سهل وحلو. المرحلة الجاية حنعمل فيها الحجران، ونعمل شيء هيك، ممكن نعمل هون جبل صغير يكون في شيء هيك حلو. المرحلة الجاية، السيشن الجاي حيكون اخر سيشن لهاللوحة الكافية للاخر، ونشوف كيف تطلع معنا. خليكم عم تتابعوني على ريفيز ارت على الفيسبوك او على اليوتيوب. شكرا. اول شيء، بما انه هيدي اللوحة كنا عاملينها نحن قبل بوقت، فعشان نكفي اللوحة نحن بدنا نبلش بالجزء اللي تحت، اللي هو بدنا نعمل هيك مثل البحر. فأنا بنصح بالبداية انه نحن ندهن هيدا المكان اللي بدنا نشتغل فيه بالزيت قبل ما نحط اللون. ليش؟ لأنه هيدا بيساعدنا كمان على مزج الألوان، وإذا فات شي لفوق ممكن نقدر نمسحه بسهولة أكثر. فحبلش بيدهن الزيت. نخلي دايما في الوان، ما نحط نفس الدرجة. احنا عم نتعامل مع ضوء، دايما حط براسك انه عم نتعامل مع ضوء، يعني ما في شيء بالضوء بيطلع بكل الاماكن نفس الدرجة. لاحظوا عم ندخل شوي لون الازرق مع الاخضر، بيعطي لون حلو للموج او للمي. هو دايما مش على طول البحر لونه ازرق، يعني دايما نحن بنحاول نختار اللون اللي هو من الطبيعه. بما انه نحن في عنا لون عدة الوان موجودة بالسماء، اكيد لازم هالالوان تعكس على المي. فنحن حنحاول ناخذ لون الاصفر وشوي الاورنج، نحاول نموج الوجه تبع المي قبل ما نعمل الموج، لحتى يصير في تناسق بالالوان بين السماء والمي. نضيف اللون الاصفر ونخليه شوي اورنجي، ما نزيد اللون كتير، ونستعمل هيك الفرشية بهالطريقة.
نعمل موجي ونحط الالوان، ناخذ دائما هيك لون اغمق شوي لانه هيدا الموج المفروض تكون من تحت ومي هلا حتجي من فوق، فلازم يكون اللون من تحت اغمق. حطيت المكان اللي اشتغل فيه. الموجة عم تنزل وعم تدق المي تحت،
بين الضوء اكثر. بنحاول ندخل اللون الاصفر بنص الموجه. لاحظ الضوء مبين، عم يبين هون. ما تخافوا من الألوان، يعني جابوا اللون اللي بدكم.